سلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. غساتنا لليوم مقرونة بابوش محشية بالحم مفروم، بنا نودكم ومنشهيكم. الحقيقة راهي خفيفة وبنينة قد ما نحكي لكم شوية. تابعوني نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير ان شاء الله. اول حاجه لهنا باش نبداو بها بسم الله، باش نحضروا الحم مفروم، باش نحضروا الساس طومات والمقرونه اون ميم طون. سريعه على الاخر المقرونه هذه بالحق ما تشدش برشا وقت في التحضير. لهنا خذيت 300 غرام الحم مفروم، خذيت معاه راس بصل المقصوص جويد، او ميم طون زاد حطيت شويه زيت في الكاسيرول المقابله وحطيت فيها زاد راس بصل المقصوص جويد. زيد لهنا اللحم مفروم 4 صنين الثوم مرحيين، وزدت للصوص طومات مقدار 4 كعبات طماطم مرحيين، عليهم مغرفة متاع ماكلة هكا ممسوحة طماطم كونسنتخي. الصوص لهنا متاع المقرونة المحشية ماذا بيكم ديما تكون بطماطم الفريشكة، ما تكونش بطماطم كونسنتخي. وزدت عليهم 3 صنين ثوم مرحيين، خليوها هكا تتقلى على روحها. ونرجعوا للحم مفروم هكا نقلبوه شوية مع البصل. نزيدو نفوحوه بمغرفة تابلو كروية، مغرفة كبيرة هوك قسمتها ما بين الزوز كسرونات، يعني مغرفة صغيرة للحم مفروم، مغرفة صغيرة للصوص طومات. فلفل الكحل كيف كيف هوك، مغرفة صغيرة للحم مفروم، مغرفة صغيرة للصوص طومات. شوية كليل وزعتر حطيتهم على الحم مفروم اختيارين لهنا، اما راهم يفوحوا على الاخر. والملح، وحطيت الكركم بتبيعة ما بين الزوز هكا تربحوا الوقت، تحطوا منا ومنا مغرفة كبيرة تقسموها في كل في كل فاح. حطينا تابلو كروية، الفلفل الكحل، الملح، الكركم، جوست زدت الكليل وزعتر هكا اشترى مغرفة صغيرة للحم مفروم. ولهنا حطيت ورقة رند للصوص، تفوحها بالقدا بالقدا، وشوية بازيليك لحبق شايح، كان عندكم حبق أخضر زيد حطوه يبنن على الاخر الصوص متاعنا. توا بعد ما كملنا قلينا اللحم مفروم بالقدا بالقدا، ما نزيدوش حتى نكته ماء، قليوه في الـ في الـ في البصل وكهو، ما نزيدوش حتى شيء اخر. نزيدو عليه معدنوس مقصوص جويد ونطفيه ونخليه يتذبل معاك السخانه نتاع اللحم مفروم. توا هذه المقرونه اللي حطيتها البابوشه متوسطه ماهيش الكبيره، نحطوها توا في الماء بعد ما سخن. الكونتيتي بتبيعة سويفون اللحم مفروم سويفون عائلتك. هنا زدتها مغرفة صغيرة ملح، وزدتها شوية زيت هكا باش ما تلصقش في بعضها. لهنا مش خليوها تيب مدة 5 دقائق اكهو، ردوا بيكم المقرونة راو لطابت معاش تنجموا تحطوا فيها الفاخس. دونك 5 دقائق وتفيه وتبدأ نص تياب. زدت لهنا للحم مفروم زدت 100 غرام جبن رابي، وباش نزيد عليه فتين متاع ماكلة جوتا. ما نكثروش باش ما تجيناش قوية، تجينا خفيفة وبنينة. وبطبيعة لهنا ما زدتش العظم ولا حتى شيء، هذاك هو الفاخس اللي باش نحطوه في المقرونه نتاعنا. توا باش نشفوها مليح مليح، خليوها تستقطر بالباهي تشيح هكا، نخرجوها بالكعبه بالكعبه. فوالا توا مقرونتنا حضرت، الفاخس نتاعنا حضر، الصوص حضرت. الصوص زادا نخليوها ناقصه شويه تياب. نحطو اول حاجه نحطوها هي الصوص،
ما تكثروش، ماذا بيكم تخليوها جارية زي ده الصوص، باش ما يجيكم شكل المقرونة معناها فيها الصوص بزيت. هذه هي كعبة المقرونة كما تشوفوا، هيك شطر تياب حطوا فيها مقدار مغرفة كبيرة من الفاخس من الحشو اللي حضرناه. أسهل من هكا ظهر لي ما فماش. تحب زادة تفرموا الدجاج تعملوها بالدجاج زادة كيف كيف، تجي بنينة تهبل. نعبي كعبات الكل، أو بعد ما كملنا كما تشوفوا ما شاء الله جاتني بالضبط الحقيقة اللحم مفروم والكونتيتي متاع المقرونة اللي صمتها. نصبوا من فوق هكا باقي الصوص ما نكثروش، اما راهي تعطي بنة على الاخر للمقرونة. بطبيعة نحلو الفرن تاعنا على 200 درجة من فوق من اللوطة ونخليوها مدة 20 دقيقة هكاك، خاطر كل شيء طايب هو بريسك، معناها جوست مش تكمل هكا تشربك الصوص والكل وتيب المقرونة اكهو من غير ما تحطوا عظام في الفاخس. توا رشوا عليها شوية جبن مرحي من فوق النوع اللي تحب عليه انتي، نحطوها في الفرن. وهذه النتيجة ما شاء الله، ريحتها في وحل بنا والله ما نحكي لكمش قديش بنينة. جربوها وتفكروني. الله تكون عجبتكم غسيتي لليوم، ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب، نستنى لي كومنتير. مرحبا بكم الناس الكل.